استمعوا معي إلى إعلان خلو وتحرير حلب الشهباء من الرئيس السوري بشار الأسد. رغم أن معظم المحافظات والقرى والبلدات السورية عانت وتعاني من الإرهاب وقاومت وما زالت، إلا أن نظام أردوغان الفاشل كان يركز دائما على حلب لأنها بالنسبة له الأمل الأخير لمشروعه الإخوانجي بعد أن فشل في سوريا وبعد أن فضحت حقيقته المجرمة والمتطرفة في العالم، ولأن أبنائها رفضوا أن يكونوا مطية وأداة في يد الغريب وقاوموا وصمدوا وبقوا في حلب يدافعون عنها وعن الوطن. وحلب ستكون هي المقبرة التي ستدفن فيها آمال وأحلام هذا السفاح بإذن الله. تحية إلى الجيش العربي السوري، تحية إلى الأحرار في حلب، ومبروك تحرير حلب، وإن شاء الله نبارك في تحرير إدلب وطرد الأتراك والإرهابيين وما يسمى بجيش فيلق الشام أو جيش النصرة، هؤلاء الإرهابيين الذين جاءوا من كل مكان لتخريب الأراضي العربية السورية.